موضوع التكليف احنا معانا الحلقه ديت واحنا لسه بنتابعه من بدايات اصلا البرنامج لما اتكلمنا في هذا الموضوع، وكان معانا ست النائبه طبعا المهندسه مي محمود. معالي النائبه اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا فندم؟ اخبار حضرتك أهلاً ايه؟ اهلا بيك. الحمد لله يا فندم. اخبار ملف التكليف احنا وصلنا لفين يا فندم؟ لان احنا بنحاول نتواصل مع وزاره الصحه، وزاره الصحه للاسف يعني بكره بعده بكره بعده مفيش رد رسمي وواضح. هل هو امتى بالظبط الميعاد؟ امتى بالظبط؟ وكلها يعني يعني وعود مش من الوزاره عشان ما ابقاش كذاب، لا ده في ناس كتير جدا كل يوم بيطلع بكلمه. فايه راي حضرتك في هذا الملف؟ طيب خليني اقول لحضرتك مبدئيا ان احنا فعلا ملف تكليف الصيادله وخصيصا دفعه 2018 احنا متواصلين ومتابعين بشكل كامل من فتره، ويمكن يعني خلينا نقول ان هي من فتره طويله لان للاسف فتره طويله يعني طويله علينا وطويله على الصيادله اللي اتخرجوا 2018 او كمان دخل عليهم كمان دفعه 2019. فيعني احنا ايه و2020 كمان يا دكتوره وصلوا دلوقتي طبعا 2020 وصلوا فعلا يعني. فيعني احنا اخر كلام كان من وزاره الصحه ان المفروض هيتم اعلان التكليف في خلال ايام قليله قادمه، يبقى يعني لكن الميعاد المحدد للاسف احنا مش عارفين ناخد ميعاد محدد، ويعني مفيش حاجه اكريت موجوده نقدر نقول ان احنا مثلا هيكون في تكليف كمان اسبوع كمان 10 ايام، لكن المفروض ان الملف تم خلاص من خلال الوزاره ومن خلال مجلس الوزراء تم البت فيه، وان هم يعني في خلال ايام قليله هيتم الاعلان عن تكليف الصيادله. دي اخبار حلوه طبعا يا دكتور يا ست المهندسه يا ست النائبه طبعا ده حاجه جميله. بس هم ليه طيب الوزاره يعني هم ليه مش عايزين يردوا علينا يعني، او هم ليه مش عايزين يردوا على الشباب يعني؟ هم برضو بص حضرتك يعني هم سايبين الشباب بشكل او باخر يعني يتكلموا ويقولوا لا ده احنا عايزين لا مش مسويين. طب ليه الموضوع ما بيبقاش فيه اكثر شفافيه ويبقى مباشر تماما يعني في هذا الموضوع؟ يمكن عشان الموضوع بس يعني يمكن عشان الموضوع فيه اعداد كبيره، ويمكن علشان الموازنه كانت يعني اتطرحت في البرلمان في نهايه شهر 7، وكان لسه زي ما حضرتك بتقول اليات بقى مين اللي يعني التكلفه وتحمل هذه التكلفه من مرتبات وخلافه، فقد يكون هو ده اللي اخذ وقت شويه. لكن انا خليني برضو ارجع للكلام اللي حضرتك كنت بتتكلمه وانا كنت سامعاه عن التخصصات في الصيدله، لان انا متفقه معاك جدا النهارده احنا لو بنتكلم على ان اطباء الصيادله عددهم كبير، فعددهم كبير لان احنا بنبص لهم بنظره ان تخصصاتهم قليله، في حين ان التخصصات اللي موجوده في صيدله كتير جدا وعلى مستوى العالم يمكن مهنه الصيدله من المهن الهامه جدا على مستوى العالم. ويمكن في مكالمه بيني وبينك من يومين قلت لك انا شخصيا يمكن وقفت مع يعني انا بعتبره ابني، هو ابن اختي، لحد ما انا اصريت ان هو يدخل صيدله لان انا شايفه الف مبروك من الصيدله. الله يبارك فيك. لان الصيدله من يعني المهن الهامه جدا والمفروض ان هي يكون ليها مستقبل، ولكن ده وعد يعني وانا بلتزم بيه معاكم ان شاء الله لو ربنا كتب لنا عمر يعني ان شاء الله باذن الله موجودين ان شاء الله في البرلمان القادم. هيكون ملف بقى التخصصيه في كليات الصيدله ده من الملفات الهامه جدا لان انا شخصيا هاخدها على عاتقي ان قدر لي اكون موجوده طبعا ان شاء الله. دي من المهن الهامه جدا محتاجه ان احنا نسلط الضوء على الشباب دول وعلى اطباء الصيدله لان هم الاصل في العلاج. صحيح صحيح. اشكرك شكرا جزيلا معالي النائبه، وان شاء الله باذن الله نبارك لك قريبا ان شاء الله كل الدعم لكل الشباب وكل الناس المتخصصه اللي زي حضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. ما زلنا بقول سؤال مهم جدا طبعا، هو خبر جميل وان شاء الله باذن الله يكون قريبا يعني. وانا دلوقتي خليني اقول لكم انا مش بحمل كوزاره صحه بس انا بحمل هي المنظومه نفسها. لما بنتكلم على الصحه يجب ان احنا نكون واضحين مع الناس يعني تكون الامور فيها اكثر شفافيه من ده، لان ده هيريح كتير. اتنين، ارجوكم اسمعوا هذه التخصصات من الصيادله يعني الهيئه العليا للدواء والاستاذ دكتور تامر عصام والاستاذ دكتور ايمن الخطيب والناس المحترمه كلهم اساتذتنا، هم دلوقتي وكلوا بهذا الملف في مصر واحنا كل الدعم ليهم. بس هي في نقطه، يا اما تديهم الاليات كلها بتاعت الصيدله كامله مكمله، يا اما بلاش من الهيئه اصلا. يعني انا قصدي ان هو اللي مشي الطريق يمشي لاخره. الناس لازم تاخد صلاحيات كامله، لان مع احترامي القصه الصيدله شويه متخصصه جوه التخصص،
فحته ان الطبيب يبدا يقر في الصيدله هيبقى صعب دلوقتي. الكلام ده ممكن يكون مقبول من 5 سنين، من 3 سنين، من 4 سنين، لكن من هنا ورايح ما ينفعش. يعني حته الصيدلي والتخصص هي تخصص التخصص، فالملف يجب ان يوكل الى الهيئه بشكل كبير جدا، ويكونوا هم المسؤولين عنه واحنا المسؤولين معاهم. مش بس كده، انا عايز اقول لحضراتكم وقلت لحضراتكم ان هذه التخصصات اللي موجوده في العالم كله، هي موجوده في مصر، موجوده في مصر، موجوده في مستشفيات خاصه، موجوده في مستشفيات خاصه، موجوده في معهد اورام ومعاهد اورام، موجوده في معهد اورام. يعني معنى كده ان موجوده في الجامعات، موجوده في الجامعات. يعني معنى كده ان التخصصات دي موجوده وفي زملاء لينا شغالين فيها، بس لم يقر حتى الان اوفيشالي او رسميا في وزاره الصحه بهذه التخصصات. طب انا، فانا كدوله بخسر ايه؟ اولا انا لما عايز اصفر واحد صيدلي نووي، معلش هو التصدير الشباب ده مورد كبير من موارد اي دوله. انا دلوقتي لما اصفره انا ما اعرفش اصفر واحد من عندنا مصر صيدلي نووي او صيدلي انكولوجي. دلوقتي الخليج ولا بره حتى هو مش محتاج دلوقتي كوميونتي فارماسيست، هو مش محتاج صيدلي في صيدليات مجتمعيه، هو محتاج دلوقتي صيدلي متخصص اكتر، صيدلي نووي، صيدلي انكولوجي، صيدلي بيدياتريك. انا ما اعرفش اطلع له شهاده خبره من وزاره الصحه بهذا التخصص، لذلك عمره ما هيقبله هناك. اذا هو مورد كبير جدا من موارد الدوله المصريه. فارجوكم الملف ده مهم جدا جدا. مش بس كده، حق حضرتك كمصر، انا راجل امين عام في المكتب الاقليمي للشرق الاوسط في منظمه كبيره جدا، هي اكبر منظمه في الصيدله اسمها الاتحاد الدولي للصيدله FIP. انا بقول لحضرتك من هنا، حضرتك حقك كدوله مصريه ان انت تطالب هذه المؤسسات ان هي تجيب لك كونسلتنت ومستشارين في هذه التخصصات، وان هو يساعدك ان انت تعمل هذه التخصصات في وزاره الصحه المصريه. ارجوكم الملف ده مهم جدا، واحنا معاكم قلبا وقالبا فيه. اسالوا الجامعات، اسالوا المعاهد القوميه، اسالوا كمان المستشفيات الخاصه. انا بالنسبه لي الملف ده مهم جدا جدا، مش بس ملف التكليف، هو التكليف مهم جدا لاني انا محتاج الشباب دول جوه القطاع علشان يوفروا لي كتير جدا. ما يحدث من عشوائيه قبل كده انتهى، انتهى عصر العشوائيات والحمد لله. طبعا اسمحوا لنا، ما زلنا احنا بنناقش هذا الملف في الفقره القادمه. استقبل الزميل المحترم الدكتور محفوظ رمزي، وهو رئيس لجنه التصنيع والصناعه الدوائيه في نقابه الصيادله بالقاهره، واستقبل زميل من صيادله 2018 الدكتور محمد صابر. استاذنكم نطلع فاصل ونستقبل الضيوف.